قتل طالب لجوء سوري وأصيب 5 آخرون بينهم 4 نساء في تجمع اللاجئين هذا جراء طعنهم من قبل طالب لجوء نيجيري، مما أحدث حالة هلع ورعب بين سكان هذا التجمع. أنا كنت واقفة هون تقريبا الساعة 9 المساء فسمعت صوت صريخ وعياط، نزلت بدي أشوف وطلع لي شخص أفريقي وضربني 3 سكاكين على الدرج، ونزلت لتحت أنا وصلت شفت النسوان كلهم إنه هيك عم بيركضوا وصرخوا وكلهم دم، وركضنا كلياتنا وبعدين ما عاد عرفت شو صار لوقت رجعنا وإجت الشرطة معانا. أكد مقيمون في التجمع ذاته أن الفاعل من ذوي السوابق الجنائية، مما دفع السلطات الألمانية لاعتقاله سابقا قبل أن تقوم بالإفراج عنه، وذلك بقرار من مركز الصحة النفسية، مما دفع ذوي الضحية للوقوف هنا للمطالبة بمحاسبة من أسموهم المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة ابنهم. مطالبنا أولا محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير اللي صار، ومطالبنا أنه يأخذ جزاته العادلة هالمجرم القاتل اللي كان بده يروح أكثر من عائلة، وأخذ الاعتبار بأرواح الناس اللي موجودة، ما يكون بناس مجرمين خطيرين لهم سوابق بين العائلات اللي موجودة بالهايمات. أخي راح ضحية نتيجة استهتار، نتيجة عدم أخذ بالاعتبار أنه هذا الشخص كان له سابقة وعمل أكثر من مشكلة بهذا الهايم. Nachdem Mr. Angriff in Crispon von vergangenen Sonntagabend wurde das 38-jährige Opfer. نظمنا الوقفة هذه للتضامن مع عائلة المرحوم إبراهيم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.